السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ طيب والحمد لله بخير. ربنا بخير. كنت عايز اسال حضرتك سؤال، انا ليه اخ في الرضاعه؟ طيب. هي جود اني اكشف نقاب امام ابوه واخوه. هو اللي رضع من امك؟ هو اللي رضع مني عليا سنه كامله. من امك يعني؟ ايوه. لا يجوز ان تكشفي على اخيه ولا على ابيه ولا على ابيه. هو اخوي يجوز لي؟ اخوي يجوز لك طبعا. الا اذا كنت انت اللي رضع من امه. لا لا، هو اللي رضع. لا اخوي يجوز لك. مبروك عليك. طيب بعد اذنك عندي سؤال كمان. البيع القسط عندنا مثلا في محل بيبيع اجهزه كهربائيه بس بالقسط، المروحه كاش مثلا 1000 جنيه ماشي. لو هتتقسط 6 شهور يبقى 1000 ونص، لو هتتقسط سنه يبقى 2000. كل دي عروض لا باس بها، كلها عروض لا باس بها. عروض لا باس بها. تمام، جزاك الله خير. الله يكرمك.